أول حاجة لو في زول عنده سؤال من برا مباشر ممكن، أو مداخلة أو نقاش. لو في زول عنده من برا سؤال أو مداخلة أو نقاش ممكن يتفضل. السلام عليكم ورحمة الله. طيب أنا برجع للشيخ الأول قبال، الشيخ مزمل اللي هو قاعد وين؟ ما شايفه. المهم ما عنده أزل. طيب قالوا هم ما قالوا إنه شنو؟ هم ما قالوا إنه صوفية مشركين. أنا حضرت لي حلقة للشيخ مزمل الفغيري ده ذاته في الداخلية بتاع جامعة الخرطوم، كان بيحاور في واحد شيوعي وقال له بيحاور فيه. والمهم بعد شوية الشيخ مزمل يتكلم، قال المشكلة ما في الشيوعية، قال المشكلة في الصوفية. الصوفية قالوا شنو؟ إنه شنو دين الله يا مرحب به، ولكن معه شرقة. صح يا شيخ مزمل؟ في جامعة الخرطوم بتحاور في واحد شيوعي كده الحادي والله. كان انت قلت بعد ما انتهيت من كلامك فيه، قلت شنو؟ قلت انك المشكله ما فيهن، المشكله في الصوفيه. قالوا انت قلت، قالوا هن الدين يا مرحبا به، لكن معه شركه. قلت زي ناس البرعي والجماعه دي دايركت الدين مثلا هو حاجه شيء. طيب السلام عليكم يا جماعه. انا احيي الاستاذ على المحاضره الظريفه دي. عندي سؤال واحد بس، انه قال جماعه انصار السنه ما صح الزول يقعد لهم. احنا في كليه الهندسه هناك يومي جماعه انصار السنه دي عندهم ارقام بتاع نقاش ومعارف ومحاضرات. في القران بيقول كنتم خير امه اخرجت للناس تامرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. يعني انت لازم تمشي هناك في كليه الهندسه تقول لي انصار السنه كلامكم ده ما صح، توري الطلبه انه ما يقعدوا انصار السنه. شكرا. طيب واحد من الاخوه الاول بيسال عن الصوفيه، وقال نحن قلنا الصوفيه مشركين، وضرب مثال بركن وين في جامعه الخرطوم حسب ما قال يعني. والاخ الاخر بيسال قال قلت ما تسمعوا لانصار السنه. فالسؤالين عن الفرق والجماعات، سواء كان صوفيه ولا تيجانيه ولا سمانيه ولا انصار سنه ولا انصار مهدي ولا باقي الفرق والجماعات. اول حاجه جماعة الاسلام، انا جاوب جواب مجمل بعد ذاك جاوب جواب مفصل حتى تعم الفائده. اول حاجه الاسلام ما فيه فرق ولا فيه جماعات. حرام، اسمع الكلام ده كويس يا طالب، لانه بالذات انت في بدايه سنه بيجوك فرق واحزاب وجماعات، كل حزب داري يجرك معه. وانت قبيل ابوك اداك المصاريف كم جنيه ما بعرفه حسب فيها النصيب، وجيت هنا المدرسه الجامعه وابوك في الحله هناك بيتباهى بيك، والله ولدي بيقرا في جامعه ام درمان ما شاء الله، كلية الآداب أو الدعوة أو القانون أو الهندسة أو الطب إلى آخره من الكليات المعروفة عندكم، فرحان بك. ما أداك المصاريف عشان تجي تبقى شنو؟ ما حزب من الأحزاب. دي أول نقطة أنت تعرفها. الأحزاب دي داير تضللك في الدين ودائرة تضيعك في الدنيا، والله تباري لك حزب وتعمل لي أركان نقاش، طق ترك حرية، طق ترك حرية، طق ترك حرية، والله تتخرج من هنا طعميه ما تلقاها. ما تضيع زمنك ساكت يا اخي. احزاب فشلت واحزاب قديمه، الواحد شفتها خشمه ممكن يطلع غبار. احزاب قديمه اكل عليها التاريخ وشرب وبيض وفرخ ذاته. احزاب قديمه شديد. كده وريني حزب من الاحزاب ده، انا بوريك نومته شنو وقصته شنو. احزاب فرخت وبيضت وكلها جربوها في البلد دي. جد صحيح ولا ما صحيح؟ كلها ما نفعت. شت ما نفعت. ده في الدنيا ساكت بتضيع قرايتك يا اخي، بدل ما تقعد تقول بكره التجمع جاي بيملى البلد فته عليها شطه كله ده بتضيع زمنك. بدل ما تقعد تقول كده اقرا يا اخي، استفيد، انفع البلد دي يا اخي، انفع البلد دي في عسكريا، ابقى مع الناس اللي بيصنعوا صواريخ في الدوله دي في البلد،
أبقى مع الناس اللي بيصنعوا أدوات تعين الناس وأشياء متطورة إن شاء الله، طيارات غيرها تعين الناس، لكن تقعد تصفق مع الأحزاب الضالة دي. الأحزاب دي عاملة زي الكلاب الضالة، والكلاب الضالة ذاتها بالمناسبة عارفة موضوع أكثر من الأحزاب، لأنه الكلاب الضالة المتشردة في الشوارع دي في الخلة دي بيتشردوا بيضلوا ياكلوا لهم بهيمة، يربطوا لك لبهيمة ثلاثة ساعات لحد ما يقبضوها يستفيدوا يكسبوا زمنهم، في النهاية ما محاسبين أمام رب العالمين. لكن الأحزاب دي وريني هدفها شنو؟ السلحيات دي كلها وسخانة، في جمعية اسمها جمعية النيم، أنا ما أعرف ديل بياكلوا نيم ولا شنو، معلقة بغادي، في جمعية تان، والله حاجات غريبة. زمان في النيلين الشيوعيين كان كل ما نكشفهم ننتهي منهم بفضل الله جل وعلا يقوم يعمل لهم وهمة كده بشكل قلبه، يختفوا، يخافوا من الشغل والدرج حار جدا، والملعب ده ملعب مسخن، أول ما ينجغموا تمام يقوم يعمل لهم وهمة جديدة يقول لك جمعية رزاز، شفت أي حاجة فيها رزاز شعاع دي حق الشيوعيين، وأي حاجة فيها فكرة جمعية فكرة، جمعية أفتكر، جمعية أرى، دي حقة الجماعة بتاع ناس الترابيلي، وهكذا. والأحزاب دي نفس شبهات من الله خلقها لحد الليلة ما غيروا أي حاجة. يا أخي أنا ما لاقاني واحد من الأحزاب دي بيمشي بيقرأ، زول كده بيطلع عشان بس إن شاء الله يجي يناقش ساي أو يجي يناظرنا ساي، ما في شبهات قديمة يقول لك انتوا جنكم باصه باللبن خليناه بقينا بتاع مخبازه، في شنو يعني؟ انتوا ما بعرفوا جنكم ما بعرفوا وبتكم ونغبه ماشيه ولا جايه؟ انت مالك ومالها؟ قفلناه جوا البيت بقت ما بتطلع. ها تاني في شنو؟ ما في موضوع يا ناس، ما في موضوع. وحتى الصوفيه بس ما بيقوموا لك الا يوم المولد. وانا والله فرحان جدا انه البلد دي بلدنا السودان الحمد لله اتحررت تحرر كبير جدا من التصوف ومن ظل العبودية لمشايخ الطرق وعبادة القبور والقبب والأضرحة بفضل الله جل وعلا. أول امبارح راكب مع بتاع ركشة، عمك كبير حالق لحيته عشان ما تقول والله يا أخي ده زول شيخنا ولا كده، حالق لحيته تب، راكبين معه في الركشة، أول ما مرنا بالمولد بتاع الكلاك للقلعة بالبزالت برا يعني، والله لا سألناه لا تكلمنا معه ولا أظنه بيعرفنا ذات، بس عاين كده للمولد خد له نظره كده، قال دال قال دال ناس مجرمين وده، ونبزهم لك نبز نبز ذاته والله الا تكفي الاثنين، جزاه الله خيرا بقدر ما قدم. طيب السؤال، قال احنا قلنا الصوفيه مشركين، وقبل الموضوع ده ربنا قال ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا، احزاب شيعة يعني أحزاب وطرق وجماعات وجمعيات، الله قال ولا تكونوا، لا يعني شنو يا طلبة طلاب جامعة أم درمان الإسلامية، لا دي للنهي، والنهي يقتضي شنو؟ التحريم. الله قال ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم، فرقوا دينهم دي ليأتوا ويأتوا دين المقصود، ربنا قال إن الدين عند الله الإسلام، الله قال ناس فرقوا دينهم، المشرك دي صفة يعني من صفات المشركين، إنهم فرقوا دينهم، دي الآية بتتكلم عن المشركين، لكن المقصود بها النهي للمسلمين، لأنه ربنا قال ولا تكونوا أنتم يعني أنتم ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا أحزاب وفرق وجماعات. أسمعوا الطلبة سألوا السؤال ده، وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون، وربنا قال إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء. ومعنى الآية كما قال الإمام البغوي رحمه الله في تفسير معالم التنزيل، أي لا تكن مع أصحاب الأحزاب والذين فرقوا دينهم إلى طرق وملل ونحل، ما تبقى معهم الناس الموسخين الحيطة ديل كت، ما تبقى معهم بها أنصار السنة، ما تضيع زمانك يا أخي، يقول لك أمير الدعوة يغرر وأمير أمير الدعوة بمحلية تقلي، أمير الدعوة شنو يا شيخ؟ نحن بنعرف الوالي والمعتمد والرئيس والحكومة، لا تاني دار تعمل حكومة جوا حكومة وتقام وقلوز علمته، يقول لك مدير مكتب المنشآت بجماعتي أنصار السنة المحمدية، قلم ما عنده
قلم، ترابيزة، كرسي، ما عنده أي حاجة. مدير مكتب المنشآت العامة والخيرية، ما في أي حاجة يا أخي ولا أي حاجة. فما تضيع زمنك مع وهمات، والله دي كلها وهمات، وجربناها كلها، عمرنا ده شت كملوا لنا شت. شفت كأن نجي الانتخابات زمان، الإصلاح للإصلاح، الإصلاح استيم تفاح عشان ترتاح، ما في حاجة. أو ضيعنا قاعدين قدامكم، لا في إصلاح، لا في تفاح، لا في استيم. طيب فبعد ذلك قال نحن قلنا الصوفية مشركين، ما قلنا الكلام أبدا. وجيب المقطع، أما لو دور تسأل تستفيد، ما دار تتهم، أنا بجاوب لك جواب ظريف كده. ونحن دائما نظامنا كده، زول دار يسأل يستفيد، ونحسب الطالب دار يسأل يستفيد والقبليه، لكن زول دار يقيل أدبه على الدين وعلى الإسلام، بنوري النظام والجغم بفضل الله سبحانه وتعالى. تمام. فما قلنا الصوفية كفار، ولا قلنا الصوفية مشركين. نحن قلنا يا جماعة إنه الصوفية دعاة شرك، بيدعو للشرك وبيدعو للكفر. فرق بين إنه نقول كفار كده كلهم، فرق بين إنه نقول دعاتهم دعاة شرك ودعاة كفر، وفرق بين إنه نقول كلام فلان ابن فلان ده كلام شركي وكفري، وفرق بين دي وبين نقول إنه فلان ابن فلان ده ذات الكافر المشرك. فرق بين دي وبين دي، كما فرق بين ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية وجمع من العلماء الأعلام، بل هذا عليه الإجماع إنه إطلاق الحكم بالإطلاق يختلف من الحكم بالتعيين. بالتعيين نقول محمد ود أحمد كافر، دي مسألة، ونقول محمد ود أحمد قال كلام وكلامه ده يعتبر كفر، دي مسألة تانية تماما تختلف من الأولى، لأنه التانية دي ما تكفير للزول وإن قال كفرا، لأنه ما كل زول قال كفر كافر يا ناس، في موانع للتكفير، في موانع للتكفير، في شروط للتكفير كثيرة وضعها العلماء. وده الفرق من الفروقات العظيمة جدا بين أصحاب المنهج السلف الصحيح وبين التكفيرين ناس داعش وجبهة النصرة وتنظيم القاعدة وغير من السرورية والمجارمة، فرق كبير جدا. ديك طوالب يرفعوا كابك حتى لو ما قلت كفر ذاته، ما خشيت التنظيم بتاعهم، انت كافر مرتد يجب قتلك، ده كده. لكن احنا ما بنقول كده يا ناس، نحن بنقول ما قال الله سبحانه وتعالى وما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وما أجمع عليه العلماء وما ذهب إليه السلف الصالح من الكتاب والسنة. فما تبقى معي جماعة، لا أنصار سنة، لا أنصار مهدي، لا صوفية، لا تجانية، لا سمانية، ولا غير من الأحزاب. خليك يا أخي مع القرآن ده ومع سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، كفاية ولا ما كفاية طلاب؟ أنا ما أعرف الناس ليه داروا يجيبوا حاجات تانية، أنا دار أفهم السبب شنو. القرآن والسنة كفاية، وإذا جبت حاجة غيرهم وزيادة عليهم أنت ضال. كيف أنا ضال؟ أي ضال؟ ما في ناس مبتكرين إنه زول الضال ده مكتوب في جبهته ضال أو ضلولي كده، لا لا، ما إلا يكتبوا الضال ده قد يكون ما عارف نفسه ضال ذاته. وبعدين ما في زول ضال بيقول يا ناس هوي تعالوا للي عندنا لكم نغاش، نحن أهل ضلال طبعا، في لقات ما في، لكن بجمل أركان يقول لك نحن ذات نجرنا الشغلة دي، نحن ذات ونحن أشراف ونحن أولاد النبي ونحن أهل البيت، تلقاهم أجرم ناس، أجرم ناس. فما تتغش وما تتخدع يا أخي. الصوفية نشروا شرك كثير لا عنده حصر ولا عنده عدد. الكتب ودي شهاب جاب لك، خليها الكتب، خليها القبب دي، انت ما شايفها القبب دي دار لها عليك الله، دار لها وسيغة، انا وسيغة. ما يزول فيكم جاي من قرية ولا من بلد فيها قبتين، واحدين فيها 100 قبة، واحدين فيها 99 قبة، واحدين اذا هم ما عندهم جيرانهم عندهم، والنساوين بيمشين يشيل التراب، عرفت كلامي يا اخي؟ ذاك المادح ما شفته في الله في وسائل التواصل، في الفيديو المنشور في اليوتيوب، المادح بتاع المكاشفي، حوار المكاشفي، قال جنة ما فيها المكاشفي ما دارين نازاته. انتوا دارين كفر اكثر من كده، كيف يا ناس؟ كيف يعني كفر يكون عنده قرون وعيون حمر وخشمه بيطلع نار؟ ما ده الكفر ذاته، وده نفس المادح ده ذاته قال نحن في الله عندنا شك، لكن في شيوخنا ما عندنا شك. انتوا دارين الشرك كيف والكفر ذاته يكون لونه كيف يعني؟ فده نشروا الكفر ونشروا الشرك
ونحن ما عندنا معهم مشكلة شخصية يا طلاب، أفهموا الكلام ده، ما عندنا مشكلة قبلية، لأنه ده نحن زادنا كسلفيين، فينا الأسود وفينا الأبيض، فينا الأحمر، فينا الطويل، فينا السمين، فينا المهندس، فينا الأستاذ، فينا البنا، فينا الحداد، فينا مختلف الأشياء، فينا الطلاب، فينا غيرهم. نحن مشكلتنا ما جهوية ولا قبلية ولا جنسية ولا عرقية، مشكلتنا في العقيدة يا جماعة. الناس اللي قالوا مع الله في شريك، شريك، دي مشكلتنا معاهم، وما بنخليهم، والله ما نخليهم. إن طلعوا السحاب ده ربنا بطلعنا لهم فوق، أبدا ما بنخليهم. فانتبه للحتة دي.